دكتور جو راسي موجود معنا اليوم بسانتي اختصاصي تخدير وانعاش، بنحكي عن التخدير عند الاطفال. اهلا وسهلا فيك دكتور. بونجور، ميرسي. اهلا فيك. يعني طبعا نحن اجواننا التخدير عندنا شوي تحفظ عليه، بنخاف منه اوقات، ويعني لما بيكون في عمليه بحاجه لخاصه بنج عام كمان في 100 سؤال بهالاطار. كيف تنكون عم نحكي عن الاولاد؟ الاولاد مثل الكبار ولا عندهم خصوصيه؟ مظبوط، هذا اكثر شيء نحن خاصه الاهل بيكونوا خايفين وقت في بنج لاولادهم، خاصه البنج العام. اكيد في خصوصيات للاولاد مش مثل الكبار، لانه وزنهم مختلف، نمو اعضاء جسمهم مختلف، كل شيء بده يتاخذ بعين الاعتبار. الماتيريال اللي بنستعمله بالعمليه بيكون كله مختلف عن وقت تكون عمليه للكبار. ونحن بنقول صغار يعني من اي عمر ممكن؟ من اول يوم. الناس اللي بيخلقوا عندهم البيبيات، يعني اللي بيخلقوا عندهم مالفورماسيون، يمكن نضطر نعمل لهم عمليه طارئه باول 24 ساعه حياه. وهون كمان التخدير رح نحكي عنه اليوم، يعني المفروض انه بيكون امن يعني اكثر الاوقات. اكيد. لا السؤال اذا امن ولا مش امن، اذا دائما التخدير لازم يكون عام او بيقدر يكون موضعي، طبعا كل هيدي الاسئله بتكون عند الاهل. اجمالا عند الاولاد كل ما كانوا اصغر كل ما اصعب نعمل لهم بنج موضعي. بنروح على البنج العام لانه اول شيء التواصل معهم الكوميونيكاسيون صعبه تنفسر لهم، وثاني شيء رح يخافوا، بيكونوا بمحيط بانفيرونمون غريب كثير لهم بغرفه العمليات، بيتحركوا كثير، ما فينا نعمل لهم العمليه. بقى معظم الاوقات بنروح على البنج العام. فالبنج العام اجمالا عند الاولاد امر ضروري. امر ضروري، بس المساج المهم هو انه سيف، منه خطير. نعم. يعني بنروح عليه مش لانه مضطرين، لانه بنعتبره سيف اكثر، امن. عشو بتنبشوا قبل ما يعني اجمالا وقتها يكون في عمليه جراحيه عند الراشدين، في زياره بالاول عند طبيب التخدير لحتى يعني يعمل اسسمنت للمريض ويشوف اذا عنده اي مانع لانه يكون عم ياخذ هالبنج. عند الاولاد كمان نفس الشيء، وعند الاولاد بعد اهم هيدي الزياره. لانه نحن بنفس الوقت بنكون عم نطمن الاهل والولد، يعني دوبل. نعم. نفس الشيء بنشوف على شو عنده مشاكل صحيه الولد. اكيد الاولاد مشاكلهم الصحيه بتكون مختلفه عن الكبار، ما رح يكون عندهم مشاكل قلب وضغط وسكري الا بحالات استثنائيه. بنفتش اذا خلقوا قبل بوقت بريماتوري بالشهر 8 او السابع، في ريسك يعملوا اشتراكات على البنج اكثر. بنفتش اذا عندهم ربو او مشاكل رواية، واذا عاملين عمليات قبل، واذا في حساسيات بالعائله. هيدي الاشياء اللي اكثر شيء بنفتش عليها. بهالحالات كيف بيكون التصرف؟ يعني بيكون انواع التخدير مختلفه؟ يعني في بنج لازم ينعمل اذا لا البنج بده ينعمل، بس يمكن نعمل تحضير قبل العمليه. نعم. ويمكن نفسر للاهل شو ممكن اشتراكات تصير معنا بعد العمليه. يمكن نحسب حساب انه هذا الولد لو ما عنده هالمشاكل عمليته صغيره بفلفرد يوم على البيت، نضطر نقول لهم بدنا نخليه 24 ساعه بالمستشفى للمراقبه وللعلاجات في حال صار في اشتراكات. فاذا حتى التخدير يعني مش بس العمليه بدها فتره نقاهه، التخدير معقول كمان يكون بده مراقبه من بعد العمليه. اكيد اكيد، خاصه اذا كانوا البيبيات اصغر بالعمر، تحت الست شهور ضروري. اذا اكبر شوي كمان وصار الولد يعني بيفهم ومعلق باهله وواعي على الموضوع، ايمتى بيصير التخدير؟ هل بيصير بالغرفه وبينتقل بعدين لغرفه العمليات يعني لحتى يكون نفسيا مرتاح، او لازم يصير بغرفه العمليات؟ اول مساج بهالموضوع هو انه الولد بس يكون صار بلش يفهم، يعني قطع عمره 3-4 سنين، اهم شيء ما نكذب عليه ونخبره. يعني الولد في تندانس اوقات الاهل بيقولوا له، ما بيقولوا له في عمليه، عندك شيء صغير او عندك شيء صوره، هذا شيء كثير عاطل. اول شيء الولد لازم يكون عارف انه جاي يعمل عمليه، لا ما ينصدم ويعمل شوك نهار العمليه. هذا اول مرحله من التحضير. او لما بيوعوا بيلاقي قطب كمان، وبيلاقي حاله بمطرح مش عارف وينه، ما بيعرف حدا حواليه. ثاني مرحله هي البنج، ما بينعطى البنج العام التخدير الرسمي ما بينعطى غير بغرفه العمليات، لانه لازم يكون الشخص مراقب على الماتيريال اللي بيكون عندنا. مثل الاولاد يعني مثل الكبار ما فينا نعطيه بالغرفه للامان. للامان اكيد، بس اللي فينا نعمله هو بنعطيه كلمه قبل ما ينزل على العمليه، كيف واحد موتر بالبيت واخذ حبه فاليوم او ليكزوتانيل، في دواء فينا نعطيه للولد، نعطيه اياه بتمه يا حقنه، بعد 10 دقائق قبل ب 10 دقائق ربع ساعه من العمليه، بترخيه شوي بينزل على العمليه، بس بدنا ناخذه من اهله لانه هي اكثر مرحله صعبه. بس بدنا ناخذ الولد من الاهل، بيكون شوي ملشلش دايخ، بيكون اهين ناخذه من الاهل. بس البنج العام بحد ذاته بيبتدي بغرفه العمليات.
يعني كثير مهم هالنقطة بالتحديد، يمكن هيدي التروما الأكبر شيء بالعملية للأهل. نعم. وللولد هو هذه اللحظة، لحظة الانفصال. فكتير منيح كمان أنه الأكيب يكون محضر لهالموضوع، يكون عم يعطي خبر قبل للأهل أنه هلأ بعد شوي رح يكون في ودعه، احكوه مع الولد، قولوا له، احكوه معه شو بتكون تقولوا له الولد كمان. يعني هي بعرف إذا تروما للولد قد ما تروما للأهل للحقيقة. 100% للاثنين. أكيد منجهزهم منحضرهم، وأول ما يوصل الولد منكون عدة أشخاص عم نستقبله. منستقبله بالأول بيكون مع أهله قبل ما ناخده من أهله. أوقات منجيب معنا إشياء بيحبوها الولاد، يا بالون يا قلم تلوين أو شيء هيك، أكيد ما رح يلحق يلعب فيهم، بس تيحس حاله هو أنه بمحيط منه كتير غريب عليه. هذا الشيء بيساعد، وبنرجع بناخده من اهله تنفوتوا على غرفه. هل هي بعمر كثير صغير بس بانه 7-8 سنين او كمان هول اولاد وكمان واعيين كثير للموضوع، وكثير مهم انه يكونوا لكينا شوي مخدرين قبل ما يفوتوا على التخدير العام. هذه شغله كثير مهمه وضروريه، ومهم الاهل يعرفوا انه هالشيء رح يصير. اكيد كثير مهم الاهل يكونوا عارفين كل المراحل اللي رح يواجهوهم ثاني يوم، لانه بيجوا بيشوفونا اجمالا يا قبل ب 24 يا 48 ساعه. كتير مهم نفسر لهم كل المراحل، يعني بس يوصلوا على الغرفة شو راح يصير، بس ينزلوا ينطروا الولد شو راح يصير، وبس ناخدوا منهم، وبعدين بس بدهم يرجعوا ياخدوا بعد فترة المراقبة اللي نص ساعة أو ساعة بعد العملية. كمية التخدير يلي بتنعطى طبعا تختلف حسب الولد، حسب العمر، تختلف حسب العمر والوزن أكتر شيء، ونوع العملية يعني مدتها، مدة التخدير. يعني كل وزن، كل عمر وكل وزن له، مش بس كمية التخدير، كل المعدات اللي بنستعملها إن كان للتخدير أو للعملية كمان يلي هي مش من اختصاصي. يعني عندنا بيكون في شيء اسمه شاريو بيدياتريك يلي هو شاريو في بس المعدات للأطفال، حسب عمره ووزن الولد بناخد المعدات يلي هي ملائمة لإله. ما في مجال للغلط، واضحة الأشياء، ما في مجال بروتوكولات يا موجودين واضحة. يا موجودين المعدات يا مش موجودين. وضروري أن تكون كل الاختصاصيين اختصاصيين بالولاد لما بتكون في عمليه للولاد. اكيد افضل حتى بس الممرضين، حتى اكيد بدهم يكونوا ناس عندهم خبره بهالشيء، وافضل اذا كمان متخصصين بهالشيء برا، يعني عاملين فورماسيون زياده. وخاصه كل ما كانوا الولاد اصغر او عمليتهم دقيقه او طويله. طبيب التخدير بيبقى كل فتره العمليه موجود كلها شو ما كان نوع العملية؟ طبيب تخدير ما بيترك غرفة العملية، مسؤوليته إذا أي لحظة طلع فيها لبرا وصار أي مشكلة هو مسؤول ومقصر. شو معقول يصير خلال العملية ويتطلب تدخل طبيب التخدير؟ أكثر شيء بيصير عند الأولاد هو مشاكل التنفس، يعني تقشط نسبة الأكسجين. نحن منحط التوب تبع الأكسجين خلال العملية، لأنه بالنج العام الولد ببطل يتنفس. إذا تحرك نتفة التوب في زيح من محله ببطل عم يوصل الأكسجين مزبوط. إذا كمية البنش كانت شوي قليلة والولد بلش مش ما فينا نقول وعي بس بطل مزبوط مخدر، في قاوم هو الريسبيراتور تنزل تقشط نسبة الأكسجين عنده. نعم. بقى دغري نحن لازم نكون موجودين وحاضرين إذا صار هالشي، دغري نعمل الشيء اللي لازم ونعالجه. وكل يعني العقبات اللي بتواجهكم خلال العمليه انتم محضرين لها ومستعدين لحتى اللي تكونوا عم تحلوها، يعني اجمالا كل شيء عنده حلول. هيدا اللي قلت لك اياه، الشاريو تبع الاطفال بيكون موجود بغرفه العمليات، يعني مش اخذنا اللي عزناه والباقي برا، بنجيبه كله على الغرفه مشان يكون شغله على ايدنا، مش بدنا نروح نظهر لبرا ونجيبها طب ما يصير في بانيك بغرفه العمليات. خلصت العمليه كمان بضل طبيب التخدير موجود لحتى ينتقل الولد من غرفه العمليات لغرفه المراقبه، من راقبه حسب نوعية العملية قد ايه اخذ بنج معدل بين نص ساعة وساعة تيكون وعي منيح. بس يوعى منيح دغري بدنا نرده بين اهله تيرجع يرتاح، لانه اذا ضل بغرفة المراقبة بده يعمل ستريس ويخاف. لحد ما ننقله لعند اهله. كل هالمرحلة مسؤوليتنا نحن. ايمتى فاذا بينتقل لعند الاهل بيكون وعي كليا او بيكون عم يوعى؟ لا، بيكون تقريبا وعي 70-80%. ممكن يرجع ينام شوي يخفى، بس انه بتعيطي له بيفتح عيونه بيتجاوب. ما بتسمحوا للاهل يكونوا موجودين بغرفه المراقبه؟ غرفه المراقبه هي تعتبر ضمن البلوك اوبيراتوار، غرفه العمليات. واحد لازم يكون التياب المعقمه الخصوصيه كلها ما فينا، بعدين في غير مرضى، في خصوصيه غير مرضى، ما فينا نسمح لاهل يفوتوا ويشوفوا كمان غير مرضى لو طلبوا انه نلبسهم هول التياب. منيح كمان انه يعني يستوعبوا الاهل كل هال. عادة أهم شيء بس يجوا الزيارة اللي قبل العملية، إذا فسرنا لهم كل هالأشياء كل شيء بيكون سهل نهار العملية. لأنه في أسئلة ما بيخطر على باله الواحد يسألها يعني بهيدي الزيارة. نعم. منيح إنه الطبيب يكون يعني منتبه. لأنه محضرين عايشينهم،
عايشين وبنعرف شو لازم نفسر له. اذا ما في خطر خلال التخدير اجمالا اذا كانت الحاله الصحيه طبيعيه، امتى بيكون في خطر؟ اول ست شهور من البيبي، اول ست شهور من عمره، وقت ما خلي لصار عمره ست شهور، خاصه اذا بريماتوري يعني خلق بالسابع او بالثامن، لانه اعضاء جسمه كان الرواية ولا الدماغ ولا الكلاوي ولا الكبد بيكونوا بعد ما نميوا مزبوط. بقى بتكون المرحله ما بدي اقول خطيره بس بتكون دقيقه اكثر، يعني بدنا ننتبه اكثر بالدوزات وبالمراقبه، كل مرحله كل فشخه دقيقه اكثر. بعد الست شهور تقريبا بيكون طيب. راح الريسك. شكرا لك دكتور، رح ناخذ وقفه ونرجع نتابع.